مش مشكلة إذا في زلزال بصير كل 5 سنين على 5 درجات، لكن كل أسبوع تعمل لي زلزال في بزارية بالقرب من بزارية وتقول إنه مش مشكلة، لا مشكلة. يعني مع الوقت يعني احتمال إنه يبقى علينا البيت. احنا بنعاني من 3 سنوات من تفجيرات داخل الكسارات او مجمع الكسارات بالقرب من بزارة، بعيد عنا حوالي 400 متر. هذه شركة اسرائيلية بحماية الجيش الاسرائيلي بيجي بيقوموا بهاي التفجيرات، حيث اصبحت الحياة مستحيلة في ظل هاي التفجيرات اللي مدمرة وبتأثر على الانسان وعلى البيئة. في اضرار عنا مادية بالمنازل، تشققات في المنازل، الابار الجوفية، في مشاكل صارت نفسية عند الأطفال وطلاب المدارس، تم إخلاء المدارس أكثر من مرة. الزلزال بمقدار 5 درجات بشكل متكرر لأكثر من مرة، خلينا نقول كل شهر، كل 40 يوم بيتم عملية تفجير وبحدث زلزال، هو بيأثر علينا وعلى مبانينا وعلى مدارسنا. الكسارات، أمن التشكك في المنازل طبعاً، وخربت كثير عندنا منازل، ومن ضمنها بيت تأثير السفاريني والمدرسة، وعندنا عدة منازل قريبة من الكسارات الموجودة، من البيوت الموجودة داخل الكسارات، والكسارة تبعد 500 متر طبعا عن البيوت هاي اللي بحكي لك عنها. خلينا نحكي، احنا مش على مباني المواطنين، مباني المدرسة اللي هي مبنى عام وكان عليها أكثر من جهة إشراف. هاي الأبنية مصممة ضد الزلازل، أنا ما اختلفت معهم، بس يجوا مثلا الشباب اللي صمموها اللي نفذوها يجوا يشوفوا مثلا شو اللي صار فيها بعد هاي التفجير، يجوا يشوفوا شو اللي صار بفاصل التمدد اللي هم نفذوا 4 سنتي وصار 10 سنتي مثلا، شو التبرير؟ خلينا مثلا واقعيين، بديش احكي عن التشققات اللي بتصير قاعده في المباني مباني الناس العاديه البسطاء اللي الواحد دفع دم كلبه بتكلفوا الدار 200-300 ألف شيكل. هم قضيتهم اقتصاديه انه بنخسر في كل كسارات في فلسطين، في نابلس، محافظة نابلس، لم وزارة البيئة في نابلس لم تقوم بإعطاء أي تصريح لأي تفجير داخل كسارة. أنت بتخسر، إحنا بنتدمر. إذا أنت بتخسر اقتصاديا، إحنا خسرنا دورنا اللي من دم قلوبنا بنيناه. مشان تقول لي أنا بخسر، شوف مشروع ثاني. ما في حدا بيقدر يعطي مدة زمنية إنه والله وين هذا المبنى بده يهيل. هاي الزلازل بتقلل العمر الافتراضي تبع المباني. مشكلتنا انه توجهنا الى جميع جهات الاختصاص من المحافظ والوزارات وقاموا بتشكيل لجنه اشركوا فيها قسم الزلازل في جامعه النجاح، والتقرير بيقول انه مش مشكله، مش مشكله اذا في زلزال بصير كل 5 سنين على 5 درجات، لكن كل اسبوع تعمل لي زلزال في بزاريه بالقرب من بزاريه وتقول انه مش مشكله، لا مشكله. يقيموا الكسارات والتفجيرات ينقلوها لجامعه النجاح بعيد 400 متر، بيقبلوا بهذا الاشي؟ فيش تنسيق امني عنا، كيف فجروا؟ يعني هم فجروا على عاتقهم الخاص، يعني بدون تنسيق امني، فجروا 3 مرات في التنسيق وما في تنسيق امني، على اي اساس هذا الحكي بصير مثلا؟ ليش يعني فيش محافظه، فيش دوله، فيش حدا يوقفهم عند حدهم؟ شيء بيتعاملوا مع اليهود بشكل مباشر يعني، مش عن طريق تنسيق امني، وهذا حكي يعني لازم مثلا المحافظه او اي محافظه تابعه طول كلمه او تابعه لنابلس انها توقف الموضوع هذا، انه تحط اشد العقاب على الجماعه هذول اللي بيشتغلوا عروسهم، مش بتنسيق امني بيشتغلوا. احنا بنناشد المحافظ وبنناشد امين سر حركه فتح جهاد رمضان على اساس وقف التفجيرات داخل الكسارة، ما في حدا عوض مثلا بيوت، او احنا بدناش تعويض عن يعني وقف الكسارات، بدناش اي شيء. بنطالب المسؤولين بايقاف التفجيرات فورا بدون اي تخفيف ولا مفاوضات، يتم ايقافها.